قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني شيخ الطريقة الختمية. ده الكتاب, ده ده الكتاب, ده الكتاب. العقائد ده انا اكلمكم النصيحة, لو ما تكسرت ما بنمشي لقدام. ما يقدر يغشك يقول لك يا مولانا الأمة بخير. ايوه الأمة بخير, لكن في شر قاعد لابد يصلح, لابد يصلح. اكتر الناس ما دايرة دين الله, اكتر الناس دايرة حرام القلوب تقلب في نوبي بتقلب. يا عيني تعاينا الجنن تنو قلبي. اكتر الناس, اكتر الناس ما داير دين الله, عشان كده ربنا قال وينطط اكتر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. عشان تعرف انه نحن وجعتنا وحرقتنا دي ما ساكت, ونحن دارين والله للصغير قبل الكبير الخير. وما حصل ابدا جينا قلنا يا جماعه ادونا حاجه, ولا دارين من زول قروش, دارين نحذر الناس من الشر. هل بيكشف الكروب ربنا؟ عشان كده ربنا قال في سوره يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والمثل قال العود كان ما فيه شد ما بيقول شنو يا جماعة؟ ما بيقول طق. والله يا جماعة عندنا شرك في السودان, لو ربنا تور أبو لهب عليه لعنة الله, جاء السودان بس خمسة دقائق بس حيقول شرك زي ده أصله ما شفنا. الله تكلم عن الناس, عن ناس, وقال سيقول السفهاء من الناس. تجار الدين ما بيقولوا الحق, عندهم مصالح, عشان كده الرسل ما عندهم مصلحة في بشر أبدا. ربنا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلاك سمين, تفاح, كب, برتقال, كب, أناناس, ليمون, دمنه دمنه. ده رب العالمين يا كيف تنادي لك تقول لي يا شيخي البريدك مد ليدك يمدها بيوين ودفنت. انت تزعل من ده ولا تزعل مني انا؟ بالله يا جماعه ابقوا منصفين وابقوا عادلين. منو قال قال انا البنيت السماء ما الله, وقال انا العرش والكرسي بتاع الله, وانا كان ماخذ لام من الله نار الجحيم الخلقه الله, انا بقدر اطفيها ذات واغلب الله. منو؟ محمد عثمان المرغني. في شيرك لو انت تكتت وانا تكتت ربنا بيهلكنا كلنا يا جماعه, الصالح والطالح. عشان كده ربنا قال ادعو, الرسول قال الدين النصيحه. في شيرك الجنه حق الله, في ناس قالوا الجنه ما تكنه نحن. والموضوع ده ما بيصلح الا بدعوه صريحه, اما الدعوه بتاعت الغدغته تغدغت في المواضيع, تتكلم كلام فضفاض بفوق بفوق. يا امه الاسلام الأمة تحتضر والأمة تنتظر, والأمة تعيش جراح وآلام. جراحة وينه؟ آلام وينه؟ في دعاة ما عندهم موضوع, دعاة دارين يأكلوا ها بمنبر الدعوة, دارين يغشوا الناس, شغالين شغل فوق فوق. أتكلم عن العقائد دي عديل, ما في عقائد خربانة في المجتمع ولا ما في؟ حتى في أكثر الأماكن لو جات بتغني ولا دول بمدح الناس بتذموا ها؟ لو جات ها جابوا اليمين, جات حنان بلبلو ندى القرعة اوه ناس بقرب. لكننا بنجي الحق, ربنا قال اكثر الناس ما دارين حق. ربنا قال لقد جيناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. الزول اللي بكورك من برا ده ما هو ما عنده حجه, لو عنده حجه عرفت تمام. كورك بيجي بيقول والله انا عندي رد عليكم, اتفضل اتفضل. طب بنديك المايك ده تتكلم للصبح.